أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ما نزال معكم في هذا البث المشترك من قناة الرسالة وروتانا خليجية وعدد من القنوات الفضائية الأخرى. ما نزال معكم نعيش في هذا اليوم الأغر، يوم عرفة، وهو خير أيام العام على الإطلاق، وهذا اللقاء الخاص مع الشيخ بندر بن سعد العجاجي المستشار الشرعي والقانوني. في مستهل هذا اللقاء أرحب به على مرآكم الكريم. أهلا بك شيخ بندر. أهلا بك وفي الإخوة، صلى الله عز وجل يجمعنا على خير دائما وأبدا في هذه البلاد الطيبة المباركة. آمين شيخ، جزاك الله خير والحمد لله على سلامتك وتجشم كعناء السفر للظهور معنا في هذا البث المباشر المشترك. شيخنا يقولون من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ويقولون أيضا من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد. كيف ترى قلوبا تقطعت وعيونا اشتاقت إلى الوصول إلى هذه البقاع الطيبة المباركة، خصوصا مع هذه المناظر الرائعة التي ربما ما وصل إليها بعض الناس إلا بعد تخطيط 20 سنة، وبعضهم 30 سنة قضاها يخطط للوصول إلى هذه الرحلة المباركة التي هي رحلة العمر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا اليوم العظيم الذي وللأسف يغفل عنه كثير من الناس، بينما كثير من بقاع الأرض نجدهم يجمعون الأموال على الأموال ويبيعون كثيرا من الحلال لأجل الوصول إلى هذه البقعة المباركة وهي أرض الله الحرام، سواء لأداء فريضة الحج فقط أو بعدها زيارة قبره صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من تلكم الشعائر المباركة. ولكن الحديث عن هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي يغفل عنه كثير من الناس، يوم مبارك. وللأسف شيخ محمد نرى اجتهاد كثير من الناس، وهذا شيء طيب، في تحري ليلة القدر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتحرى في العشر الأواخر من رمضان وفي الوتر منها، بينما يوم عرفة وليلة القدر من مزاياها أنها تنزل فيها الملائكة، بينما يوم عرفة ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا عشية يوم عرفة ليباهي بعباده الحجاج ملائكته، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبادي حضروا من كل فج عميق شعثا غبرا ماذا يريدون، يسألهم تعالى وهو العليم بحالهم. ولكن هيهات هيهات لمن حضر هذا المكان وفي قلبه شيء من الشحناء، أو حضر هذا اليوم وفي قلبه شيء من البغضاء، أو حضر وشهد هذا اليوم الذي قال الله عز وجل عنه، بل أقسم في كتابه الكريم وقال: وشاهد ومشهود، وهو يوم عرفة. ولكن كثير من الناس غفل عنه، فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أجره. آمين. شيخنا، اليوم قلوب المسلمين وعيونهم وأفئدتهم تهوي إلى هذه البقاع الطيبة الطاهرة، إلا أنه الله عز وجل لم يحرم من جلس في داره أو جلس في بلده وقد لم يستطع السفر للحج، لم يمنعه الله في هذا اليوم فضل هذا اليوم. لعلنا ننتقل إلى فضل يوم عرفة وفضل الصيام فيه تحديدا. نعم، أما فضل يوم عرفة فهو فضل، يوم عرفة كما قال العلماء هو خير أيام الله عز وجل قاطبة، خير أيام الله تعالى. ومن خيريته أنه يرى الشيطان، لم يرى الشيطان أدحر ولا أحقر منه في ذلك اليوم. لماذا؟ لما يرى من كثرة عتقاء الله عز وجل من النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ووالدينا وأهلونا منهم. آمين. يا رب العالمين. آمين. والمشاهدين الكرام يا رب. يوم عرفة شيخ محمد في غير الحاج، في غير الحاج هو يوم يستحب بل سنة مؤكدة صيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. سنتين سنتين أكثر من 700 يوم.
يكفرها يوم واحد. ولكن خذ بالاعتبار أخي الكريم، إذا اجتنبت الكبائر على أصح أقوال العلماء، قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقضية صيام يوم عرفة قضية لها ثقلها، وكثير من الناس تجدهم في هذا اليوم لغير الحجاج صيام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج حجته الواحدة وهي في السنة العاشرة، تناقل المسلمون وقتها في ذلك الموقف في يوم عرفة أن النبي صائم، فسمعت أم عطية هذا الكلام فأرادت أن تقطع النزاع، فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه لبن، وهو كان على ناقته صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل، فأخذ الإناء بيده اليمنى وشرب أمام الناس، فقطع النزاع أن الحاج لا ينبغي في حقه الصيام، لأنه يتقوى إلى الله عز وجل بالدعاء والذكر والعبادة، وهو أقرب ما يكون إلى الله عز وجل في ذلك اليوم. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق بأمته أن يكون في ذلك اليوم أكثر نشاطا وأكثر قوة إلى الله عز وجل. شيخ بندر، حقيقة أنت فضلت أنه أغلب المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها قد صام يوم عرفة، لكن السؤال: هل يوم عرفة يقتصر على الصيام؟ يعني ممكن يصام يوم عرفة وفي أغلب الناس يأخذونها إجازة يوم عرفة قبل يوم العيد، تبدأ إجازات، من هم في دوامات، من هم في مدارس أصلا هم في إجازة منذ أشهر، فممكن أنه يقضيها نوما إلى الظهر، أو ربما يتصل الظهر بالعصر ثم يقوم فترة العصر. هل صيام يوم عرفة لغير الحاج كافي لأن يستثمر هذا اليوم؟ الله المستعان. يا أخي الكريم، يوم عرفة كنز، كنز ثمين والله، في من الأموات من لم يدرك هذا اليوم وفاته هذا اليوم قبله بيوم أو يومين، سمعنا أخبار من قضى الله عز وجل أجلهم، والله إنه أجر عظيم، لو خرج أهل القبور لتمنوا إدراكه، فكيف يضيعه المسلم؟ إما بنوم، أو تضيعه بعض الأخوات إما بإعداد مطبخ أو غيره. يوم واحد لا يستحق كثرة الجهد والبذل في قضية الانشغال، إما بشراء ملابس العيد أو بالانشغال في المطبخ للأخوات النساء أو في غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان، نتأمل هذا الموقف العظيم لما كان راكبا على ناقته وماسك وهو رافع يديه صلى الله عليه وسلم بالدعاء، ثم أرادت الناقة الجلوس، يقول علماء ربما من التعب وربما من الخشية إلى الله عز وجل من كثرة الدعاء، فتناوط خطام الناقة بيد وما زالت اليد الأخرى مرفوعة يبتهل إلى الله. خسارت هذه الثواني، لا ثواني قليلة، ثواني قليلة، لا يريد أن يخسرها أمام الله عز وجل، وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك بأنا وأنت وغيرنا من الخطائين الذين يحتاجون أمام الله عز وجل إلى الدعاء، إلى البكاء، إلى التقرب إلى الله عز وجل، فوالله إن الخاسر من أضاع هذا اليوم. شيخ بندر، دعنا نكون عمليين أكثر، المشاهد الكريم الآن يستمع إلى كلماتك الرائعة ونصائحك، لكن يريد أن يكون أكثر عمليا، يقول: ماذا أفعل أنا الآن؟ أنا الآن صائم وبقي لنا ربما سويعات على المغرب، كيف يمكن أن يستثمر هذه الفترة المتبقية؟ ماذا يمكن أن يقدم في هذا النهار الرائع؟ شيخنا، الدقائق، الساعات مليئة بالدقائق، والدقائق مليئة بالثواني، وكل شيء منها فيه كنز عظيم من الوقت ومن الأجور، والله لو لم يبقى من الإنسان إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أدعو بما تريد، أدعو، فرصة، فرصة عظيمة. الشيطان يرى في هذا اليوم حقير ذليل في 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 أحقر الزوايا من الأرض، يبكي لما يرى من كثرة العتقاء من النار، ونحن نسأل: ماذا نفعل في هذا اليوم؟ هل نقضيه في حديث جانبي أو في
كما يقال سوالف أو غير ذلك، هذه دقائق مليئة بكنوز. يقول جاء عن الأوزاعي يقول: والله لقد شهدت أناسا خبأوا طلبات لهم وحاجات لهم أمام الله عز وجل ليعرضونها عليه سبحانه في هذا اليوم العظيم. وأيضا شيخ مندر نذكر مشاهدينا الكرام أن للصائم دعوة لا ترد، فالآن جمع بين فضل هذا اليوم يوم عرفة، فضل الصيام والدعوة التي لا ترد. أحسنت. فممكن يستغل فترة العصر وقبيل المغرب في الدعاء له ولوالديه ولأحبابه. شيخنا، في هذه الأجواء الطيبة هل ممكن في يوم عرفة أن يكون هناك خاسر؟ يعني مسلم يدعو وصائم يوم عرفة، هل ممكن بعد هذا يكون في خسران وحرمان؟ جميل سؤالك شيخ محمد، كأنك تسأل من الخاسرون في يوم عرفة. الله المستعان. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، وهذا الأمر لا بد أن يلاحظ في هذه السنة بالذات، السنة هذه وافق يوم عرفة يوم خميس، يوم خميس. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ترفع الأعمال إلى الله عز وجل يوم الخميس ويوم الاثنين، إلا وذكر منهم إلا اثنان متخاصمان. اليوم يوم خميس، أنت أيها الصائم في يوم الخميس ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، فما بالك إذا رفع، إذا كنت وقتها متخاصم مع أخ لك؟ والله وبإذن الله وفي نص حديث رسول الله لن ترفع، لن ترفع، فهو من الخاسرين. أيضا أضف إلى ذلك، كثير والله ممن كان في هذا اليوم إما مقاطع لأبيه أو مقاطع لوالدته، أنا لا أقول في يوم عرفة، ففي غيره من الأيام، كيف يطيب لك يا عبد الله أن تضع رأسك على الوسادة وقد خاصمت أمك أو أبيك أو رحمك عموما يعني. أو رحمك عموما. ولكن الأمر يتأكد أكثر في يوم عرفة، يوم فيه الصلح، ويوم فيه الخير، ويوم فيه التواد والتراحم. يا إخوان والله إنها فرصة عظيمة في هذا اليوم، من كان بينه وبين أخيه شحناء فليصله، فليصل هذا اليوم قبل غروب هذا الشمس. والله إنها فرصة عظيمة أن يصافح يده. بعض الناس يقول ربما يعني أذهب إليه ويطردني، أتصل عليه ولا يجيب. يا أخي خيركم من يبدأ بالسلام، هذا وقته، وهذا وقته يا شيخ بندر، هذا وقت. خل أعمالك أن ترفع إلى الله، وأعماله لا ترفع إلى الله عز وجل، لأنك ابتدأت بالسلام. ما عليك، أديت ما عليك. أيضا شيخ، اليوم يوم عرفة النفوس أكثر طيبة وأكثر محبة، أكثر روحانية جدا، والصائم يعني الذي كان يجري الشيطان منه مجرى الدم وضاقت مجاريه الآن لأنه صائم، وأيضا ليلة عيد، فهي مناسبة حقيقة جدا ليتصافى الإخوان، ليتصافى الأقارب، حتى الجيران من بينه وبين أحد مظلمة، ممكن اليوم هو فرصة، وهذه الليلة فرصة للتسامح والعفو كما تفضلت. هنا هذا يدعونا لاستثمار يوم عرفة. كيف ممكن أنا كمسلم أو أنا مسلم في أي مكان في الأرض، كيف ممكن أستغل هذه الفرصة، فرصة عرفة، للتغيير من ذاتي والتغيير والتحسين في مستقبل أيام؟ أحسنت. يوم عرفة لا يستثمر بالتجارة لأنه ليلة عيد، ولا يستثمر لبعض الحجاج بالنقل من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة، لأنه في موسم وموسم عظيم، يخشى أن يضيع عن هذه الفرصة الاستثمارية. صحيح. استثمر مع الله عز وجل، الله، استثمر في بنك الرحمن، بنك الرحمن الذي إذا وضعت فيه حسنة تجدها في قبرك متضاعفة أضعافا كثيرة. الاستثمار في هذا اليوم العظيم يستثمره العبد بالدعاء لنفسه ولوالديه ولمن أحب من المسلمين والمسلمات، يستثمره بكثرة الاستغفار، يستثمره بالصدقات، يستثمره بالصيام، يستثمره بالصدقة، بصلة المرضى، بكثير من الطاعات والعبادات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير باق في وفي أمتي إلى يوم قيام الساعة. شيخ، الآن صادف حجة الوداع سنة 10 للهجرة، حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة الكرام، صادف أن يكون يوم عرفة يوم جمعة. جمعة. فوجدنا اليوم كثير من يتداول أنه خير الحج أو أفضل الحج أن يكون يوم الجمعة، ما وافق يوم عرفة يوم الجمعة. نعم. فما مدى صحة هذا الكلام
لأنه كثير ممن يشاهدنا الآن إن شاء الله قد عقد العزم إن لم يكن قد حج سابقا أن يحج العام المقبل. نعم، كثير من الناس وسمعتها في بعض ممن يعني أثقل على نفسه بالتشديد في هذا الدين، والدين والله العظيم أنه يسير ولن يشاد. يا أخي لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، فأوغل فيه برفق. أحسنت، فمعناها مهما بلغت أنا وأنت من الطاعة والتبتل والعبادة إلى الله عز وجل لن نصل والله إلى ما وصل إليه الأنبياء وما وصل إليه المغفور لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة ووافق يوم عرفة يوم الجمعة، لذلك لن أحج إلا إذا وافق يوم العرفة يوم عرفة يوم الجمعة، فينتظر حتى إذا اقترب التقويم وتمت رؤية الهلال ليوم لشهر ذي الحجة عزم إذا كان وافق يوم العرفة يوم الجمعة. بل هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، بل هو من التنطع والتبدع في الدين. بل حج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدركه الحج، يعني من كان عنده سعة من الوقت وسعة من المال ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. شيخنا الآن أيضا نقطة أخرى، اليوم يوم عرفة كما هي مواسم الخير، تجد أحيانا شهر رمضان يكون فرصة للتغيير على المدى الأطول، بعضهم عاد يتغير في شهر رمضان ثم يستمر معه التغيير شهرين ثلاثة، وبعضهم يكون قد عقد العزم ويتغير طوال العام ويكون قد غير من نفسه بعض الأشياء البسيطة. يوم عرفة الآن واستثماره، السؤال أيضا المهم لكثير من يشاهدنا يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يدعو وكيف كان يصلي والحجاج ماذا يفعلون، ربما يأتي في نفسه حرج، يقول أنا لا أستطيع أن أقوم بكل هذه الأعمال، لا أستطيع أن أكون مثلهم في العبادة، لا أستطيع أن أكون مثل الحجاج في هذه البقاع الطاهرة. هل دخول الجنة يعني وهو أيضا أمر يسير وفي نفس الوقت ليس يسرا يجعل الإنسان يفرط، هل دخول الجنة بكثرة هذه الأعمال أو أنه ممكن أن يحسن من نيتي في هذا اليوم وبعض الأعمال البسيطة يتقرب بها إلى الله عز وجل؟ الله المستعان. يا سلعة الرحمن لقد عرضت بأبخس الأثمان. يا أخي الكريم، الحج أو الصيام أو غيرها من العبادات والله إنها يسيرة سهلة لمن يسرها الله عز وجل عليه. قضية يوم عرفة وتقريبه إلى الله عز وجل وتقريب الإنسان على الله عز وجل إلى هذا اليوم العظيم أو في هذا اليوم العظيم، ننظر يا أخي أصلا الصيام، من صام يوما في سبيل الله يعني لوجه الله ليس يوم تطوع أو ليس يوم فريضة أو يوم قضاء، باعد الله عز وجل عنه وعن النار 70 خريف، وباعد الله وجهه عن النار 70 سنة، فما بالك بصيام يوم مثل هذا اليوم العظيم. وأنبه إلى أمر مهم في هذه الحال لكثير من الرجال ممن عليه قضاء شيء من رمضان، وهذه مسألة فقهية يعني جيد أن ندخلها في هذا المحور من هذا الأمر، أن كثير من الرجال أو بعض النساء التي عليها قضاء شيء من رمضان ربما يوافقها يوم عرفة وتقول لا أنا ما قضيت رمضان فلن أصوم عرفة، خسرت الاثنين. طيب بل جاء عن شيخنا الشيخ محمد العثيمين غفر الله له أنه قال تصوم يوم عرفة بنية القضاء ولها وتجمع بين الفضيلتين في هذه الحالة، فضيلة صيام هذا اليوم العظيم وفضيلة صيام يوم عرفة، ويجزئ قضاء وهذا من القضاء، هي تصوم أصلا بنية القضاء. أما اللجنة الدائمة للإفتاء أخذوا بجمع من الأقوال وقالوا في هذه الحال تقدم صيام عرفة في كنافلة بنية النافلة، بنية نافلة ولا تدخله من ضمن القضاء وتقضي أيام أخرى لتدرك في هذه الحالة الفضيلة الخالصة لهذا اليوم العظيم. المهم لا تترك هذا اليوم، المهم لا تترك أجر هذا اليوم العظيم لغير الحاج، صيامه وقراءة القرآن والدعاء والتسبيح والتهليل. يا أخي النبي الله عز وجل سمى سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سماها في سورة الكهف. يا شيخ محمد
الباقيات الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. هذه الباقيات الصالحات كثرة التسبيح وكثرة التهليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأحد الصحابة لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. وشيخ أحيانا الإنسان يستثقل العمل، إما يقول يعني مثل ما تفضلت قبل قليل يوم عرفة أتركه ولا أصومه لأن عليه قضاء رمضان، كيف الشيطان يستطيع أن يصرف هذا المصرف وهذا النحو بينما هو يستطيع أن يصومه بنيتين وبنية واحدة للنفل فيصرف عنه؟ نفس الطريقة الأعمال، تجد الشخص أحيانا حتى بعض من يعمل في دوام أو حتى من يعمل في سيارة أجرة أو من يعمل في محل، تجد إن حدثته حديثا قال أنا مشغول، كيف أني أقرأ قرآن؟ لا أستطيع، أنا ما أعرف، ما حفظت قرآن. فمثل ما تفضلت ما أقل من أن يحرك شفتيه بذكر الله، وهذه لا تحتاج إلى مزيد علم، لا علم ولا جهد، بالعكس أزيدك من الشعر بيت. هذه أصلا طبيا كثرة الذكر ملينة للفم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذه من يعني من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن جوامع الكلمة، لحد قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. الرطوبة تلين الفم، تنقي الفم، تطهر الفم، تخفف من ملوثات أو روائح الفم أو البكتيريا أو غير ذلك. فكل ما جرى على الإنسان من عمل فيه خير مع الله عز وجل فهو خير له وفي نفسه. غير الراحة النفسية، سبحان الله، الإنسان لما يسبح ويهلل تهون عليه حتى مشاكله وتهون عليه مصائبه، تهون عليه الدنيا بأسرها. الشيخ الآن كأننا نستطيع أن نقول أنه استثمار يوم عرفة يكون أولا الإنسان يبحث في ما قطع من رحمه ليوصلها حتى لا يكون من الخاسرين، اثنين حتى يفوز بأجر الوصل جدا. الأمر الثاني أنها فرصة للصيام تكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وأيضا أجر الصائمين، ومن صام يوما كما تفضلت من صام يوما لله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. أمر الثالث التسبيح والتهليل. أمر الرابع هو الدعاء. شيخنا، هل الدعاء الآن من يشاهدنا هل للدعاء يعني أداب معينة أو أنه ممكن يدعو على هيئته إن كان مشغولا في عمله، إن كانت حتى امرأة أو زوجة أو أخت في مطبخها تطهو الفطور وهذا عمل جليل يعني إن احتسبت فيه فستأخذ أجر الصائمين الذين تفطرهم، أيضا وهي تعد مائدة الإفطار أيضا تسبح وتهلل، أم أنه لابد أن تتوضأ وتعتكف في مصلاها أو يعتكف في مسجده يسبح ويهلل؟ لا تشدد على الناس يا شيخ محمد، أنا أسألك يا شيخ. الأمر في سعة من الله عز وجل. الدين كما أسلفت يسر، ولن يشاهد أحدا هذا الدين إلا غلبه. الله عز وجل قال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، الذين يذكرون الله، نعم حسن، في سورة الفرقان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله عز وجل أوصى بذكره في القيام وفي القعود وعلى جنبه. يا أخي، صحيح أن من آداب الدعاء أن يكون الإنسان على طهارة، أن يرفع يديه بالدعاء، يستحضر القلب، يستقبل القبلة، هذه كلها سماها العلماء آداب الدعاء وليست واجبات الدعاء. جيد، أسلم. شيخنا، الآن بالنسبة للدعاء واستحضار القلب وما إلى ذلك، هل بقي لنا أداب يوم عرفة لم نذكرها؟ أداب يوم عرفة التي بقت فقط سرعة تدارك هذا الوقت العظيم، سرعة من غفل عن هذا اليوم أيها الإخوة بقي له ساعة من الوقت بالدعاء، بذكر الله عز وجل، بقراءة القرآن، بكثرة الاستغفار. الوقت فيه ساعة يطهر قلبه، وبإذن الله عز وجل أن الله لن يضيع أجر من أحسن عملا. جميل دكتور، نختم هذا الحديث الماتع وهذا الكلام الشيق. على يدك أكون دكتور إن شاء الله. أنت شيخنا الشيخ بندر العجالي، جزاك الله خير. شيخنا، لعل نختم هذا الحوار بدعاء، نصيحة أولا تقدمها للمشاهدين الكرام ثم دعاء نختم به هذا اللقاء. في ظرف معنا 3 دقائق. طيب، نحن في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم المبارك الذي لا يرد الله عز وجل دعوة من دعاه، أيها الإخوة، إني داع فأمنوا، من يسمعني، من يحضر من الإخوة في الأستوديو،
أنت أخي المستضيف وأنا أخوك الضيف، كلنا لنا حاجات أمام الله سبحانه وتعالى، كلنا لنا تلك الحاجة عند الله عز وجل التي نسأل الله عز وجل أن يقضيها لنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم أنعم علينا في هذه البلاد بالأمن والإيمان والاطمئنان وفي بلاد المسلمين عامة. اللهم إن ولي أمرنا ونائبه، اللهم إنهم في ظلك، اللهم إنهم تحت أمرك، اللهم سدد على الرأي كلامهم، اللهم سدد على في الحق رأيهم، اللهم اجعلهم هداة للطريق المستقيم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم من كان من والدينا حيا اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم أطل في عمره وأحسن اللهم في عمله، اللهم من كان منهم ميتا اللهم وسع له في قبره مد بصره، اللهم وسع له في قبره مد بصره، اللهم وسع له في قبره مد بصره، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن لنا إخوانا على فرش بيضاء لا يستطيعون رفع أيديهم إلى الدعاء بل يلهجون إليك بالدعاء، اللهم قلت وقولك الحق المبين ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، أنت الغني عن عذابهم. اللهم إنا نسألك لكل عازب زوجة طيبة مباركة، ونسألك لكل شابة زوجا طيبا مباركة. اللهم ارزقهم ذرية طيبة يا رب العالمين. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عليه آمالنا من الخيرات فبلغنا يا رب العالمين. آمين. جزاك الله خير وفتح الله عليك. لعلنا نختم أيضا بهذه الكلمات: من عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه، من لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف فليقم لله بحق الرجاء والخوف، أيضا من لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى. أيضا يا شيخنا نذكر السادة المشاهدين والمشاهدات بشعيرة الغد وشعيرة الأضحية، فلو لك كلمة تختم بها أيضا في هذا السياق. أختم فيها أن من لم يكن له سعة من المال يا أيها الإخوة في الأضحية فلا يثقل على نفسه. بعض الإخوان في قضية اختياره للأضحية كأنه يختار دابة يستعملها، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فعليك بما تختاره لبيتك ولأهل بيتك من اللحم ومن الأضحية وغيرها، أكثروا يا إخوان من التكبير، فقد بدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات من فجر يوم عرفة وهو بصيغ عديدة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، وأقيموا غدا صلاة العيد، وأيضا يسعكم الوقت لإدراك صلاة الجمعة، من أدرك صلاة العيد فتسقط عنه صلاة الجمعة ولكن لا تسقط عنه صلاة الظهر، ولكن يا حبذا أنه يجمع بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. وفقني الله وإياكم لكل خير. آمين. شكرا لك فضيلة الشيخ بندر بن سعد العجاج المستشار الشرعي والقانوني أن كنت معنا في هذه الإطلالة المتميزة في مساء هذا اليوم الأغر. وأنتم أعزائي المشاهدين ما نزال معكم.